قضاه 11 وكان يفتحي جلعاد جبار قوة وهو ابن ست زانية وجلعاد خلف يفتح بعدين خلفت مراد جلعاد لولاد فلما كبر ولاد الست طردوا يفتح وقالوا له ما تورث بيت أبونا لأنك انت ابن ست تانية فهرب يفتح من وش اخواته وسكن في أرض طوب فجمع ليفتح رجالة بطلين وكانوا بيخرجوا معاه وحصل بعد أيام أن ولاد عمون حربوا إسرائيل ولما حارب ولاد عمون إسرائيل راح شيوخ جلعاد عشان يجيبوا يفتح من أرض طوب وقالوا ليفتح تعال خليه قائد لينا فالحارب ولاد عمون فقال يفتح لشيوخ جلعاد مش كرهتوني أنتوا طردتوني من بيت أبويا فليه جبتولي دلوقتي لما ضايقتوا فقال شيوخ جلعاد ليفتح عشان كده رجعنا دلوقتي ليك عشان تروح معانا وتحارب ولاد عمون وتبقى لينا رئيس لكل سكان جلعاد فقال يفتح لشيوخ جلعاد لو رجعتوني عشان احارب ولاد عمون وزقهم الرب قدامي فانا ابقى ليكوا رئيس فقال شيوخ جلعاد ليفتح الرب يبقى سامع بينا لو كنا ما نعملش كده حسب كلامك فراح يفتح مع شيوخ جلعاد وخلاه الشعب عليهم رئيس وقائد فتكلم يفتح بكل كلامه قدام الرب في المصفى فبعت يفتح رسل لملك ولاد عمون يقول مالي ومالك انت جيت لي عشان تحاربني في ارضي فقال ملك ولاد عمون لرسل يفتح عشان اسرائيل خد ارضي لما طلع من مصر من اردون لليبوق وللاردن فدلوقتي رجعها بسلام ورجع تاني يفتح وبعت رسل لملك ولاد عمون وقال له كده بيقول يفتح ما خدش اسرائيل ارض مهاب ولا ارض ولاد عمون لانه لما طلع اسرائيل من مصر مشي في الصحراء البحر سوف وجه لقادش وبعت اسرائيل رسل لملك ادوم يقول خليني عادي في ارضك فما سمعش ملك ادوم فبعت كمان لملك مهاب فمرضيش فقعد اسرائيل في قادش ومشي في الصحراء ودار حوالين ارض ادوم وارض مهاب وجه من مكان ما بتشرق الشمس الارض مهاب ونزل في الناحية الثانية من أردون وما جاش للحد بتاع مؤاب لأن أردون حد مؤاب بعدين بعت إسرائيل رسل لسيحون ملك الأموريين ملك حشبون وقال له إسرائيل خليني أعدي في أرضك لمكاني وما أمنش سيحون لإسرائيل فإنه يعدي في الحدود بتاعته لكن جمع سيحون كل شعبه ونزلوا في ياهز وحاربوا إسرائيل فزق الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه لإيد إسرائيل فضربوهم وملك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان الأرض دي فملكوا كل الحد بتاع الأموريين من أرنون لحد اليبوق ومن الصحراء لحد الأردن ودلوقتي الرب إله إسرائيل طرد الأموريين من قدام شعبه إسرائيل فأنت بقى تملكه مش اللي بيملكه لك مش إلهك هو اللي تملكه وكل اللي طردهم الرب إله من قدامنا فهم دول اللي بنملكهم ودلوقتي وانت احسن من بلاق ابن صفور ملك مؤاب فهل هو خاصم اسرائيل ولا حاربهم حرب لما قعد اسرائيل في حشبون والقرى بتاعتها وعرعير والقرى بتاعتها وكل المدن اللي على جنب اردن 300 سنة فليه ما استرددهاش في المدة دي فانا ما غلطتش ليك واما انت فبتعمل بيا شر لما بحاربني يهدي الرب القاضي النهاردة بين ولاد اسرائيل وولاد عمون فما سمعش ملك ولاد عمون لكلام يفتح اللي بعته ليه فكان روح الرب على يفتح فعدى جلعاد ومنسى وعدى مصفات جلعاد ومن مصفات جلعاد عدى لولاد عمون ونذر يفتح نذر للرب وقال لو زقيت ولاد عمون لإيدي فالخارج اللي يخرج من أبواب بيتي عشان يقابلني لما ارجع بالسلامة من عند ولاد عمون يبقى للرب وطلعه محرقة بعدين عدى يفتح لولاد عمون عشان يحاربهم فزقهم الرب لإيده فضربهم من عرعير لحد ما وانت جاي المنيت 20 مدينة والآب الغطان العنب ضربة عظيمة جدا فتزل ولاد عمون قدام ولاد إسرائيل بعدين جه يفتح للمصفات بيته وفينه بنته خارجة عشان تقابله بتفوف ورأس وهي وحيدة ما كانش عنده ابن ولا بنت غيرها وحصل لما شافها انه قطع هدومه وقال يا بنتي حزنتيني حزن وبقيتي من اللي كدروا عليا لاني فتحت بقي للرب وما اقدرش ارجع في كلامي فقالت له يا ابويا فتحت بقك للرب
يبقى اعمل فيا زي ما خرج من بقك. ما دام الرب انت اهلك من اعدائك ولاد عمون. بعدين قالت لابوها يبقى اعمل لي الحكايه دي، سيبني شهرين فاروح وانزل على الجبال وعيط على عدويتي انا وصحباتي. فقال لها روحي وبعتها لمده شهرين. فراحت هي وصحباتها وعيطت على عدويتها على الجبال، وحصل عند نهايه الشهرين انها رجعت لابوها فعمل فيها ندره لندره، وهي ما عرفتش راجل. فبقت عاده اسرائيل ان بنات اسرائيل يروحوا من سنه لسنه عشان ينوحوا على بنت يفتاح الجلعادي 4 ايام في السنه.